اهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو. في هذا الفيديو راح نشرح شغلة جديدة اسمها الكلاسز اللي هي التصنيفات. من المهم جدا انك تركز معي بهذا الفيديو، هذا الفيديو مهم جدا جدا انك تفهمه، لان هذا الفيديو راح يأثر على كثير من شغلنا في المستقبل. في هذا الفيديو راح اشرح التصنيفات، عملت مثال بسطت الموضوع قدر المستطاع بأسهل طريقة ممكن توصلك المعلومة. في هذا الفيديو راح نعرض سلايد شو، راح يكون على هذا الباوربوينت، يعني في الباوربوينت راح نشرح التصنيفات على الممالك. في الحياة الطبيعية الواقعية اللي احنا بنعيشها في تصنيفات وضعت للكائنات الحية مثل المملكة الحيوانية ومملكة النباتات وفي غيرها كثير من الممالك. الآن احنا بنشرح المملكة الحيوانية وايش الصفات اللي تمتلكها ونعطي عليها أمثلة. هذا نفس الأمثلة اللي راح نشرحها هون راح تنطبق على اللعبة اللي راح نصممها أو على برنامج Unreal Engine في العموم. الآن في المملكة الحيوانية جميع المنضمين إلى المملكة الحيوانية يشتركون في مجموعة صفات مثل التكاثر وأكل الطعام وشرب الماء والحركة. جميع المنضمين لهذه المملكة تمتلك هذه الصفات الأربعة. طيب لو قسمنا المملكة الحيوانية، في موجود في المملكة الحيوانية مثل أمثلة مثل الطيور، الزواحف والثدييات، في غيرها بنأخذ هذول الثلاثة. الطيور تمتلك الأربع صفات الموجودة في المملكة الحيوانية اللي هي التكاثر والطعام وشرب الماء وتستطيع الحركة، لكن الطيور تمتلك خاصيتين إضافية يغطيها الريش وهي من ذوات الدم الحار. هذه الخاصيتين تمتلكها الطيور. في حالة الزواحف أيضا تتكاثر وتأكل الطعام وتشرب الماء وتستطيع الحركة، لكن لا يغطيها الريش بل تغطيها القشور من ذوات الدم البارد وليست من ذوات الدم الحار. في حالة الثدييات توجد لديها التكاثر وتأكل الطعام أيضا وتشرب الماء وتستطيع الحركة، يغطيها الفراء والوبر من ذوات الدم الحار مثل الطيور، ولكن لا تغطيها الفراء والوبر، في حين أن الطيور يغطيها الريش. الآن لاحظنا أن الثلاث أصناف الموجود الطيور والزواحف والثدييات تشترك في الصفات العامة للمملكة الحيوانية، المملكة الحيوانية، لكن لديها صفات إضافية. الآن حتى مع هذا الثدييات نفسها تمتلك صفات إضافية. لو أخذنا الأسود والغزلان والقطط، في حالة الأسود تمتلك الست صفات، أربعة أخذتها من المملكة الحيوانية واثنين أخذتها من الثدييات. فالأسود تتكاثر وتأكل الطعام وتشرب الماء وتستطيع الحركة، يغطيها الفرق ومن ذوات الدم الحار. هذه الست صفات أخذتها من الثدييات والمملكة الحيوانية، لكن الأسود لديها مخالب ومفترسة للبشر ومخيفة. الغزلان تمتلك الصفات الستة، تتكاثر وتأكل الطعام وتشرب الماء وتستطيع الحركة، يغطيها فوق ببر ومن ذوات الدم الحار. ليس لديها مخالب، لديها قرون، لديها غير مفترسة للبشر، غير مخيفة. الآن الأسود ليس لديها قرون، الغزلان لديها قرون. فهنا اختلفت ثلاث صفات أخذتها الغزلان بالخصوص والأسود أخذتها في الخصوص. القطط تتكاثر، تأكل الطعام، تشرب الماء، تستطيع الحركة، يغطيها فوق ببر من ذوات الدم الحار، لديها مخالب مثل الأسود، غير مفترسة للبشر، ليس مثل الأسود، غير مخيفة، ليس مثل الأسود. بعض الناس بتخاف من القطط ولكن هي في الأصل غير مخيفة. الآن اللي فهمناه من الموضوع أن كل ما طلعنا وتشعبنا يتمتلك، كل ما انتقلنا إلى شعبة أخرى امتلكت صفات جميع الأشياء التي فوقها ولكن تمتلك صفات إضافية. الآن إيش الفكرة اللي بدنا نوصل لها؟ في برنامج Unreal Engine احنا راح نصنع ممالك، مملكة نحطها في اللعب في البرنامج. على سبيل المثال لو صنعنا مملكة المخاطر، وضعنا تحت المملكة ان كل من يلمس هذه المخاطر يفقد روح. على سبيل المثال لو وضعنا في الكورة ثلاث ارواح للكورة اللي موجودة في اللعبة، وقلنا لو خبطت الكورة عند تلامس الكورة للمجسم الذي ينضم إلى مملكة المخاطر تفقد الكرة واحد من الأرواح. فلو كان الكرة ثلاث أرواح تفقد روح،
الآن إيش بنسوي إحنا؟ بنضيف تحت مملكة المخاطر على سبيل المثال أشواك، نيران، قنابل، سيوف، سكاكين. ففي حين خبطت أي واحدة من الأربع اللي ذكرناهم، لو خبطت بالشوك راح تفقد روح لأنها تنضم الأشواك تحت مملكة المخاطر بدون ما نكتب كود جديد. خلص بنبني مملكة، بنعطيها خصائص، وبعدين بنقول أنت يا الشوك في المملكة هاي، أنت يا السكاكين في المملكة هاي، أنت يا النيران في هذه المملكة، أنت يا القنابل في هذه المملكة. في حين لامست الكورة أي فرد من أفراد هذه المملكة تفقد الكرة روح واحدة فقط. الآن لو قلنا للأشواك أنت يا الأشواك تتحركي، أعطيناها صفة الحركة للأشواك، تنزل تحت الأرض ترجع تطلع، تنزل تحت الأرض ترجع تطلع. هذه الصفة اللي أعطيناها ما رح نعطيها للقنبلة، القنبلة ما رح نخليها تنزل تحت الأرض تطلع. فإحنا إيش اللي عملناه؟ عملنا مملكة المخاطر وحطينا لها صفات، بعدين أعطينا هذه الصفات وزعنا المملكة، وزعنا منها فروع. هذه الفروع اللي وضعناها وضعنا لها للفروع أيضا صفات. فالفكرة في الموضوع إنك أنت بتعمل مملكة، ومن المملكة بتشعب وبتعطي صفات للمملكة. إحنا رح نطبق الكلام اللي شرحناه في هذا الفيديو في الفيديوهات القادمة. إذا ما فهمت إيش اللي قلته رجاء عيد الفيديو وفهمه مرة ثانية، لأنه هذا الفيديو جدا مهم وعليه رح نطبق كثير من شغلنا. من المهم إنك تنتبه إنه في ممالك وفي لها فروع، وكل ما تفرعنا كل ما أضفنا خصائص حتى إيش نشتغل أفضل. بدناش نضلنا نعمل أكواد وأكواد ونصمم من أول وجديد، بنصمم مرة واحدة وبنخلص الشغل تبعنا من أول مرة، وبنحط على المملكة العناصر تبعيتها وبنتهي الشغل تبعنا. أتمنى تكون الفيديو هذا سهل قدر المستطاع، بشوفكم في الفيديو اللي بعده.